سافل على كل مشاهدي الطبيب في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة. أول فقرة معانا هنتكلم فيها عن تكميم المعدة. هل تكميم المعدة فعلا يعمل إنقاص للوزن؟ ومش بس إنقاص في الوزن، احنا كمان ممكن نعمل نحت للجسم. ده اللي هنعرفه أكتر مع ضيفي اللي منورني، دكتور كريم صبري، دكتور الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، وزميل الكلية الملكية للجراحين بلندن. أهلا بك يا دكتور. أهلا. إيه الأخبار؟ أهلا وسهلا. تكميم المعدة عمل ضجة كبيرة جدا، ناس كتير عايزة تعرف أكتر عن عمليات تكميم المعدة، وإحنا هنشوف ليك دلوقتي صور لحالات كتير جدا من نجاح تكميم المعدة. أنا عايزة أعرف نسب نجاحها قد إيه تقريبا يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أن أحيي حضرتك والسادة المشاهدين. تكميم المعدة هي عملية من ضمن العمليات التي تهدف يعني إلى إنقاص الوزن في الناس المصابة بالسمنة يعني. طبعا هي تكميم المعدة من العمليات القوية سهلة الإجراء أثناء العملية، يعني لو أنت مش عايز تقعد تحت بنج فترة كبيرة، نص ساعة تلت ساعة، بتعمل عملية في يعني إقامة يوم واحد في المستشفى، يعني بتنزل وزنك بطريقة ثابتة زي التحويل وزي العمليات الأخرى. لكن إحنا عايزين نقول إذا كنت من ضمن الناس اللي هي العملية يعني هتفيدهم اعملها، مش من ضمن الناس اللي العملية هتفيدهم اعمل بقى تحويل أو اعمل عمليات أخرى. لكن احنا عايزين نركز عليه النهارده، نقول كل حاجه عن تكميم المعده، كل التكنيك بتاعها. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. زي ما قلنا هدفها انقاص الوزن. لو زاد وزنك عن 35 كيلو او معامل كتله الجسم بتاعك زاد عن 35 كيلو، انت يعني من الناس اللي هي المفروض تعمل عمليه السمنه، وده طبقا لتوصيات منظمه الصحه العالميه من 1991. الناس اللي معامل كتله الجسم بتاعهم فوق ال 35، يعني اقسم وزنك على طولك مرتين. لو طلع وزنك 35 كيلو ابتديت تشتكي من مشاكل السمنه، اعمل تكميم، اعمل تحويل، اعمل تكميم مع تحويل، اعمل تحويل مسار ال 12. طيب الفيديو ده ايه بقى؟ الفيديو ده بيشرح طريقه تكميم المعده. هي عمليه يعني بسيطه بس محتاجه تتعمل برضو باحترافيه طبعا، لان الايرورز اثناء العمليه ولو بسيط بيعمل للعيان مشاكل كثيره. اي عمليه لازم تتعمل باحترافيه شديده جدا جدا. فباستخدام دباسات امريكيه حديثه، يعني قد تكون باورد، يعني بنحاول ان احنا نفصل جزء المعده اللي هو الكبير المتمدد الذي يفرز هرمون الجوع، اللي احنا طول الوقت مش مخلينا عارفين نشبع اثناء الوجبه الواحده. عندنا نهم للاكل، ما بنشبعش بسرعه، بنجوع على فترات قصيره جدا. بنشيل الجزء ده ويتم استئصاله. الاستئصال لا يعني ان انت شلت جزء من المعده يعني بوسط الدنيا، لا خالص، ده انت بيتم يعني الاستئصال للجزء الضار اللي هو بيفرز هرمونات بترسب الدهون وهرمونات اخرى بتخلينا زي ما قلنا جعانين طول الوقت. يعني بترجعها لوضعها الطبيعي يا دكتور، لحجمها الطبيعي. المناسب لوزن مثلا 70 كيلو 60 كيلو على حسب طولنا، بنحاول نبقي جزء من المعده الذي يكفي بهذا الجزء يعني للوزن المثالي. ودي طبعا طريقه المنظار بتبقى فتحات صغيره جدا، يعني احنا في بعض الحالات يعني اللي بيبقى عايزين تجميل قوي بنحاول ان احنا نعمل البورتات دي تحت عند البكيني لاين من تحت. يعني لو يعني حد مهتم قوي بان الملي ده او الاثنين ملي ده او النص سنتي هيفرق معايا، في ساعات احيانا كتيره جدا بنعملها في ثنائيات الجلد اللي هي اللي يعني ما تبانش خالص، ما زي البكين لاين من تحت خالص، ما يعني اصلا نص سنتي بتضيع اصلا مع الوقت. فدي دي دي, دي طريقه. النمره اللي بعد كده اللي عايز اقولها يعني بنتكلم ليه عن الاحترافيه، استخدام نوع الدباسات الامريكي ده طبعا يعني بيقلل المشاكل. الحاجه الثانيه طريقه الجراح نفسه في اجراء العمليه، ما ياخدش بقى دبوس طالع ودبوس نازل وتحس ان في التواءات في المعده وترجيع ومشاكل كتيره جدا. يعني لازم تكون في خبره شديده جدا لان ممكن تحصل مشكله او مضاعفات لو ما اتعملتش صح. بالظبط كده. لا كل حاجه لها حرفيه وليها تقنيه بتتعمل بيها. اللي عايز اقوله كمان احنا يعني لازم الدباسات تكون امريكيه، المناظير هاي ديفينيشن، في مكان محترم تعمل العمليه بامان. انت هدفك اصلا انقاص الوزن وهدفك ان انت تحسن اللايف ستايل، مش عايز تدخل في مشاكل. طيب انا عايزه عايزه اتكلم بقى معاك في الصوره دي شويه، وبما ان انت بتتكلم في الهدف انا عايزه اعرف انت احساسك ايه وانت داخل قدام الكتله الكبيره قوي دي من الجسم، يعني دي حاله من التحدي فظيعه بجد. هي طبعا ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الوزن ده كان 330 كيلو. الحمد لله في خلال شهور قليلة يعني ما تعداش 7 شهور وصل وزنه 150، يعني فقط حوالي 180 كيلو في خلال 7 شهور. يعني الحمد لله. هو طبعا اللي بتكلم عليه في العين ده بيدي صورة وأمل كبير للناس اللي هي يعني جداً بتفكر كتير قبل ما بتعمل العملية. لا بالعكس،
اصعب الحالات السمنه المفرطه الحمد لله تم اجراءها عندنا في المركز، وده يعني بصوره مستمره. يعني دي احد السامبلز. احنا طبعا مش بنعرض كل الناس، او مش كل الناس بتبقى عايز تنقل تجربتها، يعني احنا دي بتبقى حاجه من العيان نفسه اللي هو بحس ان هو عايز ينقل تجربه ينقلها. لكن الاوزان اللي هي فوق ال 200 دي كتيره جدا. ده يخلينا نقول الناس اللي هم يعني وزنهم 110 100 كيلو 120، يعني دي حاجات بتبقى بسيطه بالنسبه للاوزان الكبيره. وعايز اقول كمان ان الاماكن المراكز التي يعني تجري عمليات السمنه لازم تكون مجهزه، يعني حتى ابسط الحاجات يا ترابيزه العمليات لازم تستوعب هذا الوزن. فعلا حاجات بسيطه قوي، يعني لدرجه ان ترابيزه العمليات اصل وزن مش طبيعي خالص خالص، فلازم يكون ليها حاجه مخصصه ليها. ده اجمل حاجه ان السيكول اللي بعد العمليه يعني هو حاسس ان هو اتولد من جديد. نفسه اللي مش قادر ياخده اثناء النوم، انا عايز اقول حاجه، كانت حاجه شهر كامل في المستشفى مش قادر ياخد نفسه، يا ساتر لو اتفصل من الجهاز بيدخل فيه. يا ساتر. فما بعد العمليه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بياخد نفسه كويس جدا، وابتدى يتحرك وينزل، قاعد 6 شهور في البيت ما بيتحركش. بعد كده الحمد لله ابتدى يتحرك ويدخل بيندرج بقى في المجتمع العادي اللي كان طبعا محروم جسمه ان السمنه حبساء. وعايز اقول لحضرتك حاجه، مش بس على يعني مريض السمنه ده، لا في مرضى كتيره جدا يعني حتى السمنه لو مش كبيره قوي للدرجه دي بتبقى حابسه الانسان جواها، الناس اللي مقبله على الزواج، الفتيات الصغيرين بالظبط نفسيا. طب يعني انت بتشوف حالات كتير جدا يا دكتور زي الحاله اللي احنا شفناها دلوقتي دي، عايز اعرف ليه بتختار الحالات الصعبه قوي؟ يعني دي حاله بتهيألي ان هي صعبه جدا بتاخد وقت ومجهود طويل. بس دي الحالات اللي يعني احنا بنحس ان احنا عملنا حاجه بصراحه. يعني انا ما بقاش مستمتع قوي في وزن 110 كيلو 107 كيلو الاوزان دي، لا، لما تدخل تخلص هذا المريض من السمنه يعني مريض 300 كيلو 330 كيلو، انت بتحس ان انت عملت حاجه فعلا، انقذت حياته. بالظبط. يعني ده انسان فعلا يعني بيموت كل يوم، يعني هو يعني معرض لمشاكل كثيره صحيه من سكر وضغط وكوليسترول ودهون في الكبد ومشاكل نفسيه واجتماعيه. ما بيتحركش، يعني انسان ما بيتحركش، لما يبتدي يتحرك كده ومبسوط، يعني لما بيتكلم حتى معانا في التليفون او بيكلمنا في المتابعات بيبقى حق يعني حاجه يعني تفرح بصراحه. هو ممكن يخس عن الصوره دي كمان يا دكتور؟ يعني انت كنت بتقول لي قبل الحلقه ان هو بيخس عن كده كمان، ممكن لسه ينزل؟ لسه ما كملش، ده لسه قدامه سنه كامله. قد ايه تقريبا؟ ينزل وزنه الطبيعي ان شاء الله، ده وزن نازل 180 كيلو في خلال 7 شهور، لما كامل بقى سنه ونص ان شاء الله. لسه في وشويه بقى عنده في حاجات برضه هنظبطها له، يعني البطن محتاجه يعني شد بطن بسيط، لان طبعا الجلد اللي على 300 كيلو مش ده اللي هيبقى على وزن مثلا 90 كيلو او 80 كيلو، يعني لازم هيبقى في شويه تعديل يعني بسيط او نحت بسيط للجسد يعني. طب ده حلو قوي، يعني مش بس الواحد ممكن يخس، لا ده كمان ممكن يعمل نحت وتنسيق للقوام طبعا. طب ازاي بقى بعد قد ايه تقريبا هو ممكن يعمل نحت وتنسيق؟ بعد سنه يعني. بعد سنه ليه بقى بعد سنه؟ يعني ما نفكرش قبل سنه ما يكون وزننا ثابت بقى الوزن الطبيعي، لان ما قبل ذلك انت لسه بتنزل في الوزن، فلو عملت اي شد جلد شفط دهون او عملت حاجه ما بعدها هتخس تاني، وبالتالي هتحس ان الجلد بتاعك لسه مش مشدود كويس. فبننصح طبعا ما بعد اجراء جراحات السمنه الناس اللي هتحتاج، مش كل الناس بتحتاج شد ولا شفط ولا حاجه في الاوزان الطبيعيه، يعني 120 130 140 لو مارس رياضه مش هيحتاج اصلا يشد دهون ولا حاجه ولا شفط دهون او شد جلد. لكن اللي انا عايز اقوله ان لو احتجت، يعني كان وزنك اكستريم زي يعني سوبر اوبيز، يعني قد تحتاج الى ما بعد مرور السنه كملها كامله لحد ما وزنك ينزل الوزن المثالي، ثبت على الوزن ابتدي اعمل الحاجات دي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، هل في مرضى بيجوا لك كده بعد مده من المتابعات بعد ما خسوا كده ما بتعرفهمش، بتتفاجئ بيهم انت نفسك تبقى عامل لهم العمليه؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، ان السمنه بتدي السيده سن غير السن، والراجل كمان. والراجل يعني السيده بتبقى عندها مثلا ايه 28 سنه والله لو دخلت العياده بتحس ان عندها 42 45 سنه. صعب. وده بينعكس عليها اجتماعيا يعني جامد جدا. الزوج بيبقى طبعا عنده، يعني هو طبعا بيبقى ضاغط عليها نفسيا. هي طبعا ده انا هقول لحضرتك معادله صعبه جدا. الزوج بيبقى محسسها ان هي فيها مشكله ومش عايز يدفع لها ثمن العمليه، يقول لها انا خايف عليكي كمان والله. دي مشكله شهيره جدا، ان السيده في وضع نفسي اجتماعي يعني صعب جدا، هي اللي بتوفر ثمن العمليه.
الزوج بقى عايزها كده، ما هي عايزها هو طبعا فيها خايف مشكلة. عليها يعني. لا على فكرة ما بقاش كده عايز يوفر عايز يوفر في 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 طب لا بس انا دايما لا بقول أنا صح احنا يعني أنا مش مع عارف. جسمنا ما نسترخص ابدا، ما نستخسرش في نفسنا اي حاجة، لان جسمنا اهم حاجة في حياتنا، صح يا دكتور؟ اكيد اكيد. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، مدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، وزميل الكلية الملكية للجراحين بلندن. انا بشكرك جدا نورتنا النهارده. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه فقراتنا ما انتهتش، فاصل وراجعين على طول.